وقد أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزام حكومته بدعم عملية العد والفرز اليدوي لوجستيا، وشدد خلال مؤتمر صحفي على عدم تدخل حكومته في العملية. الحكومة ملتزمة أيضا في إسناد الجانب اللوجستي، نقل الصناديق وغيرها، وتأمين مراكز الانتخابية في مسألة العد والفرز اللي ابتدت بها المفوضية اليوم يفترض، ونتطلع الى اتمامها باسرع وقت حفاظا على اصوات الناخبين وسلامه العمليه الانتخابيه. احنا ما نتدخل بالطبع بالعدل والفرز، مو مسؤوليتنا.